مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله، من قناة الصوت الصارخ على الفيسبوك واليوتيوب والميديا الإعلامية أقدم لكم هذه الحلقة. الحلقة النهاردة مهمة جدا جدا جدا. الحلقة النهاردة وموضوعها اتخنقت ناس كتير واتعملت بلوكات لناس كتير وفهمت ناس كتير خطأ ايه المقصود وايه اللي مش مقصود، وفهمت ناس كتير صح. انا النهاردة طبعا بوجه كلامي، عارف معظم اصحابي على الفيسبوك من الناس اللي فاهمة، لكن مع ذلك انا بوجه خطابي النهاردة وحلقة النهاردة لبعض الناس اللي مش فاهمين مقصدنا من الكلام ايه، وايه اللي مقصود من الكلام اللي احنا بنقوله، وهل الكلام اللي احنا بنقوله ده نوع بس من النقد وخلاص، ولا نوع من النقد للإصلاح، ونوع من التعبير عن محبتنا لكنيستنا وغيرتنا على كنيستنا وغيرتنا على إيماننا. الحقيقة تعلمنا من احنا وصغيرين قوي، لما كنا بنروح مدرسة الأحد كان مدرس مدرسة الأحد يقول لنا ايه؟ ببيتك يا رب طريق القداسة، ببيتك يا رب طريق القداسة. وكان دايما يقول لنا في الكنيسة لازم يكون فيه هدوء، ولازم يكون فيه احترام لمحضر الله، احترام لمحضر الله. وعلمونا ونحن صغيرين ان احنا طالما اول ما ندخل من باب الكنيسة خلاص نحس بوجود ربنا، ويبقى فيه نوع من السكينة والرهبة، لان المكان ده فيه ربنا، فيجب ان نلتزم بالصمت والهدوء والوداعة. اتعلمنا احنا وصغيرين ان احنا لما نروح الكنيسة نروح لابسين احسن لبس عندنا، احسن لبس وانضف لبس عندنا، لان احنا رايحين نقابل رب المجد، ولازم نكون في مهابه وفي مخافه. وكنا نخاف قوي لو احنا رايحين واحنا عاملين خطا او عاملين حاجه مش كويسه. الواحد فينا كان يروح الكنيسه وهو مكسوف من نفسه ان هو داخل بيت الله وهو عامل خطا او غلطان في حد او اساء لحد. كنا بنتعلم ان احنا لما نروح الكنيسه نحس بربنا. كنا نروح نبص في الكنيسة ونبص في سقف الكنيسة ونتأمل صورة المسيح، ويحصل نوع من الخطاب الروحاني بيننا وبين ربنا. كنا دايما نتعلم ان احنا لما نكون تعبانين نروح الكنيسة، لان احنا بنقابل ربنا هناك، بنقابل ربنا هناك. وتعلمنا قوي احترام المكان ده، وتعلمنا محبة الكلام ده، وكان في فضل كبير قوي لأساتذتنا في مدرسة الأحد اللي علمونا نحب الكنيسة بتاعتنا. طبعا في الفترة الأخيرة طلعت موضوع الحمام وزهور الحمام، وإن بعض الكهنة وبعض الأساقفة بتظهر الحمام على كتافه وعلى راسه وعلى وعلى وعلى. قبل ما أخوض في الموضوع ده بالتفصيل هندخل في مقدمة كده مهمة قوي قبل ما أدخل في الموضوع الأساسي بتاع الكنيسة واحترام الكنيسة والحمام وغير الحمام والحاجات دي. ليه احنا او وجيه رؤوف او خالد منتصر لو انتقد الشيوخ زي برهامي وزي عصام عبد المجيد او غيره كل الناس تسقف له وتمام وزي الفل واحسن كلام انت قلته؟ طيب، واول ما نبتدي نوجه النقد للاصلاح، النقد بمحبة للإصلاح لرجال الدين المسيحي، تتوالى علينا النقد ويتوالى علينا التهجم. أولا مفيش حد يزايد على إيماننا بكنيستنا ومحبتنا لكنيستنا. يمكن الوضع بالنسبة للأستاذ خالد منتصر راجل علماني ومحب للعلمانية، بيحب ينتقد في كل الأحوال وحقه. لكن أنا بالنسبة لي أنا لما أجي أنتقد في الشأن المسيحي أو في رجال الدين المسيحي، محدش يزايد على مسيحيتي ومحبتي لكنيستي. أولاً أنا عدد كبير من أهلي أساقفة، وعدد كبير رهبان، وعدد كبير كهنة. ويكفي على صورة البروفيل بتاعي صورة الشهيد مينا عبود شارويم ابن خالي شهيد العريش، وبنت أختي رهبة، وعندنا في رهبات كتيرة في العيلة مش لازم أذكر أسميهم، وفي أساقفة وفي كهنة
وفي رهبان كتير كتير وفي اديره مشهوره. فمش عايز حد بقى يزايد ان هو يعني كونك تدخل معايا في نقاش في هذا الموضوع معناها انك انت مؤمن اكتر مني. معلش، الايمان ده شيء في القلب ويتحس ويبان، مش بالمزايده ومش بالكلام ومش بالشتيمه ومش بان احنا نهاجم بعض. طيب نرجع للنقطه الاساسيه، ليه لما ننقد الشيوخ نبقى كويسين ولما نيجي ننقد رجال الدين، بعض رجال الدين، لان احنا عندنا رجال دين مسيحيين اجلاء نحترمهم ونقدسهم ونحطهم فوق راسنا، وعندنا بعض الرهبان وبعض الكهنه وبعض الاساقفه قديسين وفي منهم من السواح. ليه بقى لما نيجي ننتقد بعض رجال الدين اللي بتظهر منهم تجاوزات، هنسميها تجاوزات، نفاجئ بهجوم؟ هل انتوا بتتخيلوا انه رجل الدين ده يعني معصوم من الخطأ؟ يعني ما يرتكبش خطأ؟ لا طبعا، رجل الدين سواء كان راهب، شماس، راهب، كاهن، أسقف، بابا، هو إنسان، إنسان خاضع لكل القوانين الإنسانية من حياة وعدد مرات تنفس وعدد نبضات للقلب، وخاضع للأمراض الدنيا زيه زيك. يعني ما فيش حد من الكهنة أو الأساقفة أو غيره ما بيعياش زي ما أنت بتعيا، فهو خاضع لقوانين الطبيعة زي ما أنت خاضع لقوانين الطبيعة. في منهم اللي بيتفرد بيوصل لدرجة قداسة، في منهم اللي بيوصل وبيتفرد وبيوصل لدرجة قداسة ودرجة سياحة، وده عيشته بنفسي وشفته بنفسي. طيب هل أنا أؤمن إن في رجال دين قديسين؟ أنا أؤمن إن في رجال دين قديسين وعيشت منهم كتير. عيشت الأنبا بموة، الأنبا بموة اللي هو كان عمل دير الخطاطبة، دير ماري جرجس في الخطاطبة، ده أول ما ابتدى عندنا في دير الأنبا متاقوس الفخوري في إسنا، وكنا احنا صغيرين في الإعدادية وكنا نروح له في دير الأنبا متاقوس الفخوري، وحضرت أنا نفسي، حضرت معاه معجزات حقيقية عملها بنفسه قدامي، مش تمثيل، حاجات قدامي جت عشوائية وحصل عمل فيها معجزات شفتها بنفسي معاه، وشفته في المعجزات دي عمل ايه والنتيجة ايه. مش يعني انا مش عايز اشرحها بالتفصيل، لو جت فرصة في يوم من الايام اعمل حلقة عن المعجزات اللي انا شفتها والمعجزات اللي حصلت معايا انا شخصيا حصلت معايا معجزات فوق الخيال. برضو على السريع كده، في يوم من الايام انا زرت دير ماري جرجس، وكان هو في المولد ايام الاسبوع بتاع دير ماري جرجس اللي زاد، ورحت الدير وجيت طالع، كان نفسي اقابل الانبا بموع، وجيت طالع من الدير وخلاص ما قابلتوش، بس كنت جوايا انا وطالع من الدير وماشي بره خالص، ياه انا اجي دير ماري جرجس ونفسي اشوف الانبا بموع وما قابلوش، عليم الله، لسه بتكلم بفتح عيني لقيت الانبا بموع قدامي، لقيت الانبا بموع قدامي، ازيك يا وجيه عامل ايه؟ يعني جسمي اترعش، ازاي انا يعني يا دوب بفكر وانا طالع ماشي من الدير وسبت الدير وخلاص طالع على طريقي والاقيه قدامي وسلمت عليه واخدت بركته. عشت الانبا امونيوس ابويا، انبا امونيوس ابويا اسقف اسنا والاقصر وارمنط اللي لغايه دلوقتي انا بقول عليه، اسقف اسنا والاقصر وارمنط، راجل قديس من الناس القديسين. وطبعا انتوا عارفين معجزات الانبا بوموا والانبا امونيوس، يعني الانبا امونيوس لما كان معتقل في احداث 81 كان بيرفض ياكل اي اكل، يرفض ياكل اي اكل جاي من الكنيسه او من الابروشيه، وكان يقول انا مسجون لازم اتعب، انا هاكل الرز ابو زلط اللي جاي من السجن. الانبا بوموا برضه حصل معاه انه كانوا يلاقوه بره الزنزانه، يعني يطلع بره الزنزانه والابواب مغلقه. احنا يبقى كده احنا ما اختلفناش، عندنا رجال دين قديسين وعايشين احنا ببركتهم وتعلمنا منهم، ويمكن اتعلمنا قلت الحق منهم، اتعلمت اقول كلمة الحق من الانبا امونيوس ابويا اللي ما كانش بيهادن مع حد وما كانش بينافق حد، اتعلمت برضو من الانبا بمو حاجات كتيرة قوي، كان رجل شجاع، كان شجاع في المسيح وكان يتكلم وما يخافش. يبقى كده احنا متفقين
مع بعض ان احنا في عندنا اباء كهنة قديسين، وفي عندنا رهبان قديسين، وفي عندنا اساقفة قديسين، وكان في تاريخنا كتير 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 قديسين وقديسات. طيب ايه اللي حصل في الفترة الاخيرة وفي الاسبوع الاخير دوت وخلاني انا يعني انا اعمل الحلقة دي؟ اعمل حلقة ليه؟ لان الناس ما يعني انا اسف جدا اقول ان في ناس متعلمة بس ما بتفهمش تسلسل الحوار، وبتاخد الكلام من مضمونه وما تفهمش يعني. فانا كنت كتبت كذا بوستات عن موضوع زهورات الحمام على الفيسبوك، وانا ما مسحتش، لان في ناس قالت لي امسح بعض البوستات اللي كتبتها، لان الناس فهمت غلط. قلت لهم انا مش مسؤول عن الشخص يفهم غلط او يفهم صح، انا مفهوم، انا عارف كلامي معناه ايه، كون شخص فهمه بمعنى اخر دي مشكلة الشخص ومشكلة عقليته، انا مش هنزل لمستوى عقلية ضئيلة ومستوى اي كيو منخفض. الشخص اللي عايز يتابعني لازم يكون مستوى الاي كيو بتاعه عالي عشان يفهم كلامي. فانا كتبت كذا بوستات، من ضمنها اكتر من بوست موضوع الحمام ده ما معناه، انه ملوش علاقة الحمام اللي هو الحمام العادي مش الحمام النوراني. يعني ايه؟ يعني كنا مثلا في مرجرجس يظهر حمام نوراني في السماء ويختفي، ده حمام زهورات، زي زهور العذراء في الزيتون كانت بتظهر على شكل حمامة نورانية وتختفي ضوئية. أنا بيتنا جنب كنيسة العذراء، ف كان الأوضة بتاعتي بالليل الساعة 1 2 3 كنت أشوف طائر كبير نوراني زي طائر الرخ أبيض بسرعة جاي ماشي، أبص عليه ألاقيه عدى وراح للمنارة بتاعت الكنيسة واختفى. ده في قديسين وفي سواح بيظهروا في مظهر حمام نوراني. لكن الحمام عامة الأبيض والغامق والبرتقاني بيظهر على ناس كتير. يعني أنا مثلا لو رحت في ميدان في لندن، ويمكن متصور عبد الحليم حافظ في فيديوهات الحمام هو واقف على ايديه وعلى ايديه، واي حد يروح هذا الميدان الحمام بيقف عليه. بعض الـ انا كتبت بوست قلت ان في هولندا احيانا بتيجي الستات اللي هم بيشتغلوا في الدعارة ويقفوا في الميدان وعادي الحمام بيقف عليهم. يبقى كون الحمام وقف على شخص مع معناه ان هذا الشخص يقف عليه الحمام، لا هو مش دليل على انه هو قديس ومش دليل على انه هو غير قديس، مش دليل خالص. لان الحمام ممكن يقف على انسان طاهر، ممكن يقف على انسان عادي، ممكن يقف على انسان مش طاهر ومش كويس ومخطئ. كنت في مره في اتوبيس في القاهره كنت بتحرك فيه دايما، وكان في شخص بيركب بانتظام في هذا الاتوبيس حاطط على كتفه حمامه، كان زي الحمام الزاجل اللي هو لونه رمادي، ويركب الاتوبيس وينزل من الاتوبيس في ميعاد منتظمه كنت اشوفه، والحمامه كانت معاه وما تتحركش، متدربه على ده، يبقى الحمام يقف على شخص اهلا وسهلا، يقف على اثنين اهلا وسهلا، في الميادين، في ميادين معينه مجرد ما انت تحط ايدك كف ايدك كده وتحط فيه حبوب ولا حاجه يجي ياكل الحبوب. فدي مش دلائل خالص على القداسه. فانا الكلام البوستات اللي كتبتها، اول ما كتبت ان في هولندا في ممكن الستات اللي مش كويسين بيروحوا هناك وبيتجمع عليهم، هل ده دليل على انهم بركه يعني هم قديسين نروح ناخد بركتهم؟ افتكروا ان انا اقصد وبقول ان سين من الاشخاص او من الكهنه او من الاساقفه انا بشبهه بالدائرات. لا طبعا، لا طبعا، انا ما كتبتش فلان مثل فلانه اللي واقفين في الميدان، لا ما حصلتش. هات البوست بتاعي اللي انا كاتبه واقراه كويس. انا بقول مش دليل على القداسه، في مكان معين في هولندا بتقف الحمام على كذا كذا كذا، هل نروح ناخد بركتهم؟ عشان تفهم انت بقى تحورها وتربطها بفلان بفلتكان، دي مشكلتك انت، دي مشكلتك انت. في ناس قالت لي امسح البوست، لا ما امسحوش،
انت فهمت غلط، دي مشكلتك انت ومشكلة عقليتك. انما انا قصدي ايه؟ انا قصدي وقلتها في اكتر من بوست ان الحمام العادي لا هو دليل على انك كويس ولا هو دليل على انك وحش. طيب انا ضربت مثل، قلت المسيح في يوم من الايام لما لقى الباعة في الهيكل، والباعة الجائلين اللي بيبيعوا الحمام وبيبيعوا كل حاجة، رفض ان ده يحصل في ساحة والباحة بتاعة الهيكل، ما كانش في الهيكل، في باحة الهيكل، وعمل حبل وطرد الباعة الجائلين وقلب موائد الصيارفة وأقفصة الحمام وطردهم، وقال بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. طيب المسيح عمل كده مع ان ده يعني ده هيكل سليمان، هيكل سليمان مش هيكل بيصلى فيه لله، اللي هو جسد المسيح اللي هو في كنيستنا دلوقتي، هيكل سليمان. لكن المسيح ادانا بالحركة دي مبدأ، وادانا ان احنا لازم نحترم بيت ربنا، وبيت ربنا يبقى للصلاة وللعبادة وما يبقاش سوق. لما يتقال لي في دورة بينطلق فيها حمام مفيش مشاكل، ناس بتطلق حمام في دورة أثناء دورة في متعودين على ده في مكان ما في حتة ما، ماشي زي الفل مفيش أي مشكلة. لكن جوه الكنيسة لازم يبقى فيه احترام لربنا. لما يبقى فيه أسقف واقف بيصلي ويجي واحد من الشمامسة أو واحد من الكهنة يحط له حمامة على كتفه، والحمامة تطلع أثناء الصلاة، الصلاة في بيت ربنا، والأسقف ما ينتهرش الكاهن أو الشماس ده اللي حاطط له الحمامة وما يقولوش أنت بتعمل كده ليه؟ ده تهريج، ده تهريج. إيه معناها إن حمامة تتحط على الكتف؟ إيه؟ ليه؟ وليه يعني نفس هذا الأسقف اتصور أكتر من مرة؟ أكتر من مرة مش مرة واحدة، وحد يقول لي لا أصل دي في الدورة، لا مش في الدورة بس، في الكنيسة وأكثر من مرة وبتعمد. لدرجة إننا في كنيسة في أوروبا كان في البداية خالص اتنشرت صورة حمامة نحيلة قوي، يعني الأسقف ده ظهر بحمامة نحيلة قوي في بدايتها، أول ما ابتدت تظهر القصة دي، وظهرت القصة حمامة بيضة بس نحيلة نحيفة قوي. وكنت في كنيسة في كنائس أوروبا، إحنا يعني شعب طيب قوي، فجه شماس في أوروبا من الشمامسة بيقول لي شفت سيدنا في البلد الفلانية ظهرت الحمامة على كتفه؟ قلت له أيوه يعني إيه؟ قال لي شفت القداسة؟ قلت له يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، قداسة إيه؟ قال لي الحمامة الروح القدس. قلت له يعني الروح القدس لما ينزل ما لقاش حمامة غير حمامة منحلة شعرها متنحل ونحيفة؟ يعني الروح القدس ما عرفش يختار حمامة كده مزقططة شوية كده تملى العين؟ قال لي بتقول إيه؟ قلت له يا راجل انت راجل متعلم وعايش في اوروبا، جاي تقنعني تقول لي حمامه؟ حمامه مين يا عم الحمام؟ انت ما كبر دماغك شويه. طبعا انا استغربت قد كده ان في ناس جوه مصر وناس طلعت بره مصر قاعده بالتركيبه العقليه البسيطه اللي هي تصدق اي حاجه، ما تفكرش. وبعدين احنا شفنا يعني معلش في ناس نشرت صورة للأنبا أنبا كرولس أسقف أسيوط عنده حمام كتير أوي ظهر. الأنبا كرولس راجل من السواح، راجل سايح، راجل قديس، بس أغلبية الصور دي اتعملت فوتوشوب، وما حتى لو مش فوتوشوب هو في دورة ولا حاجة انطلقت، لكن عمركم شفتوا الأنبا كرولس ظهر وحاطط حمام على كتافه ولا غيره؟ ما حصلش. انما انني اتعمد كمسؤول ان صوري كلها تبقى بحمامه طالعه لي على الكتف، كل الصور وانا بصلي معايا حمامه، لدرجه طلعت برضو نشرتها، طلع واحد كاهن حط الحمامه على كده متسنطره على الراس. قلت الله، ما خلاص بقت ميغه. يعني هو انت بس اللي قديس وعارف تحط حمامه؟ طلع لك واحد كاهن حط لك حمامه. كل المظاهر دي مظاهر مرفوضه.
لأن الإيمان في الأعمال لكن مش في حمامة طالعة وحمامة نازلة. نفسي سؤال صغير بس أسأله، السؤال ده دار في ذهني، يعني هذا الأسقف اللي الحمام مع احترامنا ليه، مع شوف انا بقول برضو للاخر مع احترامنا ليه، احنا لا بنشتم احنا بننتقد حبا في كنيستنا وعشان كنيستنا احنا غيورين عليها. هذا الأسقف بيقابل الرئيس وبيقابل الوزراء، لو يا سيادة الأسقف انت رايح تقابل سيادة الرئيس، هل ممكن تروح تقابل سيادة الرئيس والحمامة على كتفك؟ ده السؤال اللي لازم انتوا برضو تسألون نفسكم، هل لو الأسقف ده رايح يقابل رئيس الجمهورية، هل هيروح يقابل رئيس الجمهورية وحاطط الحمامة على كتفه؟ الإجابة إيه؟ ها؟ إيه؟ لا، استحالة. ليه بقى؟ عشان رهبة رئيس الجمهورية، رهبة رئيس الجمهورية قد كده بقت رهبة رئيس الجمهورية أكتر من رهبة ربنا؟ يعني في وجود ربنا مش مهم بقى حمامة غير حمامة، لكن في وجود رئيس الجمهورية ليه رهبة. هل رهبة رئيس الجمهورية بقت أكتر من رهبة ربنا، أكتر من خوفنا من ربنا؟ هل تبجيلنا لرئيس الجمهورية يبقى أكتر من تبجيلنا لربنا؟ الأسئلة دي لازم تسألوها لنفسكم، لازم تسألوها لنفسكم. طيبين، يعني انتوا بسطة، لا يعني البساطة والطيبة مش لدرجة أبجديات الإيمان تضيع، ومش لدرجة إن احنا نعسر الشباب، ومش لدرجة إن احنا الحاجات دي بتخفف الإيمان وبتسفه من الإيمان بتاعنا وبتسفه من سيرتنا. ده شيء لا نقبله، لأن احنا لينا تاريخ كنسي طويل، ولينا تاريخ مع الإيمان كبير، ولينا تاريخ مع القديسين كبير جدا، وليهم جلالهم وليهم احترامهم. احنا بنحترم الكهنة وبنحترم من الأساقفة، مش أقل من إن احنا كلنا نحترم بيت ربنا، ونحترم دخولنا لبيت ربنا وخروجنا من بيت ربنا والمظاهر اللي بتتم جوه بيت ربنا. كنا لما نكون حاضرين قداس وطفل صغير ورا يصرخ، الكاهن بيقف وهو بيصلي، بيقف. طب انت بتصلي كمل يا عم. لا بيقف. ليه بيقف؟ لغاية ما يقف صوت الطفل اللي بيصرخ يا أمه تطلع بيه بره الكنيسة. ليه؟ احتراما لبيت ربنا. طب احتراما لبيت ربنا والحمام ده ايه نظامه؟ طب افرض الحمامة عملت معلش يعني حاجة مش كويسة على الهدوم ولا غيره، ايه الوضع؟ طب افرض بقت عامة دلوقتي، بقى كل كاهن هيدخل بحمامة، ولا كل راهب، ولا كل اسقف، هل ده مظهر؟ هل ده مظهر حلو؟ واحنا عايزين ايه الرسالة؟ ايه الرسالة من هذا؟ يعني ايه الرسالة ان انا احط حمامة؟ انا قديس يعني؟ يعني عايز اقول للناس انا قديس؟ الحمامة بتطلع على انا قديس؟ يعني انا بطلب تبجيل من الناس؟ انا بطلب تبجيل من الناس عن خدمتي؟ ولا انا بصلي ربنا عشان هو يديني عوض خدمتي؟ لازم نفرق بين الحاجات دي. انت بتخدم ربنا، يبقى متى صليت فادخل بيتك وصل لأجل أبيك الذي في السماء هو يراك علانية. الإنجيل علمنا كده، الإنجيل علمنا كده، والتعليم المسيحية اللي علمتنا كده، على موعة اللي اتعلمتها من أيام مدارس الأحد، اللي اتعلمتها من أنا في أيام مدارس الأحد. عايز أقول لكم إن موضوع الحمامة ده أنا قلت لكم تكرر مع ناس كتير، أنا شفته في هولندا وشفناه مع حليم حافظ في فيديوهات، وفي الجزيرة العربية في السعودية ظهر في حتة معينة كتير وعلى رؤوس ناس معينة كتير، وزي ما قلت لكم كمان ظهر مع الفنانة لطيفة، ابتدت تظهر الفنانة لطيفة وهي معاها حمامة. قد كده بقى خلاص بقى، يعني انت عندك حمامة واحنا عندنا حمامة.
يعني ما ينفعش. لما نيجي بقى، يعني انا مش عايز اخوض في اكتر، لكن النزاع اللي حصل على الفيسبوك والتواتر والكلام اللي اتقال، ظهرت فيه اساليب مش كويسة، وظهر سين من الناس، وظهرت سين من الناس مراته يعني ايه حملة الدفاع. طبعا هو عبيط وهي عبيطة ومش فاهمين المغزى من ان احنا بنتكلم فيه، ان احنا اساسا كل اللي بنتكلم فيه ده غيرة على بيت ربنا، ودعوة للإصلاح، ودعوة لحماية بيت ربنا واحترام بيت ربنا، ودعوة لترك الشعوذة، دعوة لترك الشعوذة. طلعوا بقى خلاص، يعني الموضوع خرج من نطاق ان احنا بننتقد موضوع ظهور الحمام لموضوع تاني خالص في شخصنة هذا الشخص ولا هذا الأسقف، اللي يقول لا ده أسقف متواضع وطلع لي صورته قاعد على الأرض، والتاني يقول لك لا ده ليه كل احترام، طلع لي واحد تاني يقول لك لا ليه كل احترام وليه هيبة وليه وليه. طيب تعالوا مع بعض نرجع لورا بقى، مش هو ده الأسقف اللي طلع وقال إنه ظهرت له العذراء وقالت إن هو البطرك ال 118؟ مش هو الأسقف ده اللي قال إنه حلم إن العذراء ظهرت له وقالت له إن هو البطرك ال 118؟ طيب العذراء لا يمكن تكذب، والعذراء لا يمكن تقول حاجة ما تحصلش. ما حصلش انه بقى ال 118، يبقى مين اللي ظهر له في الحلم؟ ده السؤال اللي نسأله. هو قال حلم، حتى البابا الله يريح نفسه الكبير والعظيم في البطاركة، البابا شنو ده قالها؟ ما يصحش ان واحد يحلم ان هيبقى البطرك ال 118 في حياة البطرك، في حياة البطرك اتكلم عنها قداسة البابا شنودة دي. مش هو ده الاسقف اللي حاطط الحمامة، ده اللي بزار الحمامة، اللي قال ان هو في رؤية ان هو هيبقى البطرك 118؟ طيب حاجة تانية، البطرك ده مش هو نفسه اللي تسبب في كسر ساق البابا شنودة؟ مش عارفين القصة دي ولا ايه؟ طبعا كان في خلاف بين هذا الاسقف والانبا ارمية، فالانبا ارمية دخل يكلم البابا شنودة وقفل الباب وراه، بقى الانبا ارمية واقف ورا الباب يقفل الباب بظهره هو بيكلم البابا شنودة، يبقى الانبا ارمية واقف قفل الباب بظهره بيكلم البابا شنودة. جه هذا الاسقف عايز يسمع هما بيقولوا ايه لبعض، خصوصا انه على خلاف مع الانبا ارمية، فتح الباب بقوة، الباب اتفتح، وقع الانبا ارمية على البابا شنودة، اتكسرت رجله، اتكسرت رجل البابا شنودة بسبب هذا الاسقف. ما انتوا بتتكلموا نتكلم، بتتكلموا نتكلم، في احداث المظاهرات اللي تمت وتمت في الكاتدرائية بعد احداث العمرانية وبعد القتل اللي حصل في المسيحيين و و و هذا الاسقف كان بيمسك الشباب، كان بيمسك الشباب يحطهم في البوكس بتاع الشرطة عشان تعتقلهم الشرطة، ومن ضمن اللي اتمسكوا وجات له ازمة مسك شاب اسمه ابانوب جمال اللي والدته هالة المصري، الست هالة المصري والدته اسمه ابانوب جمال، شاب صغير مسكه من هنا، فمسكوا الظهر مسكه صعبه، الولد خنق جات له صعوبه في التنفس، قعدوا ينقلوا له اكسجين اثناء المظاهرات دي، ده عنف وحصل، وكان اي حد يكلمه يتصل بالشرطه يبلغه، فكان تعامله مع الامن ضد ابناء الكنيسه، كان مستاوي بالامن ضد اولاد الكنيسه. هو مش ده الأسقف اللي راح يحشد للرئيس في أمريكا وقال لهم اللي يحب أهله في مصر يروح يقف ويسقف للسيسي عند البيت الأبيض، وقالها والفيديو موجود عندكم، قالها بنبرة تهديد، اللي بيحب أهله في مصر يروح ويحشد عند البيت الأبيض،
مش هو ده برضه ولا لا؟ مش هو ده الاسقف اللي قال فرحت قلب يفتي؟ فرحت قلب يفتي يعني ايه؟ فرحت قلب يفتي يعني كلمة سيدنا ونيافتك والحاجات دي كلها، دي ألقاب بيديها الشعب تكريما للأسقف، مش عشان الأسقف يستخدمها للشعب يقول لهم نيافتي. نيافتك ايه؟ هل دي لغة تستخدم بين رئيس كهنة مفروض بيعلم التواضع وبيعلم الاتضاع وبيعلم الرفق والتأدة والأدب في التعامل، فرحت قلب يفتي؟ ما تنفعش فرحتوني؟ ما تنفعش فرحت قلب خادم الكنيسة؟ فرحت قلب يفتي؟ ولا فرحت قلب سيادتي؟ مش هو الأسقف ده اللي بيقول مفيش اضطهاد ولا حاجة ومفيش تعثرات في بنى الكنائس ولا حاجة؟ ده أنا ببني الكنيسة بالتليفون، أنا ببني الكنيسة بالتليفون. طيب يعني ما شفناش تليفون عشان تحل موضوع دير الأنبا صموئيل؟ طيب ما شفناش تليفون عشان يدخل المؤن في دير الأنبا صموئيل للبهايم؟ البهايم جعانة جوه، اللي هو العجول والحاجات اللي بيربوها في المزارع وأكلها بره، وبيسيبوا الأكل لغاية ما يفسد يمنعوا الدخول. مفيش تليفون كده تقول لهم عدوا العربيات دي؟ مفيش تليفون من التليفونات تقول جنبك مدير أمن المنيا إيه اللي بيحصل؟ ما تخلوا عندكم دم شوية، حلوا مواضيع الكنائس. مفيش تليفون كده تقول لمدير المنيا ولا مدير امن المنيا ولا محافظ المنيا يا سيادة المحافظ نيافتك يا ريت تحللنا موضوع الكنيسة اللي اتقفلت. مفيش تليفون كده يرجع لنا البلاطة اللي اتخطفت. ولا التليفونات بتاعتك انا قلتها كتير قوي. أنا بقى يعني أنا بتقبل إن واحد يغلط يكون تحت ضغط، بس مش رجل الدين اللي تسلط عليه صلاة الموتى. رجل الدين اللي تسلط عليه صلاة الموتى مفروض مات عن العالم، مفروض مات عن العالم، مفروض يقول كلمة الحق، مفروض يقول كلمة الحق، مش أي كلام وخلاص، مش النافق الحكومة. وده بيخليني اتنقل لمطران الموصل ماري نيقوديموس، مطران الموصل في العراق ماري نيقوديموس. ماري نيقوديموس رجل بطرك في بلد فيها دواعش، ومع ذلك بينتقد الحكومة بكل قوة. وعلى صفحتي عندكم على الفيس انا منزل لكم فيديو ليه بي 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 بينتقد الحكومة نقد رهيب جدا، عشان في بنت ضريرة اخذت مؤهل مسيحية ومرضوش يعينوها. بنت مسيحية في الموصل في العراق اخذت المؤهل بتاعها وتخرجت مرضوش يعينوها عشان مسيحية وعشان ضريرة، فعمل فيديو بهدل الحكومة، بهدل الحكومة. ده رجل الدين الصوت الناري اللي يدافع عن اولاده ويدافع عن بناته. شفناش كم اسقف عمل ده؟ شفناش كم اسقف عمل ده جوه مصر او بره مصر حتى؟ انتقد الحكومه في اللي بتعمله. الحكومه ايه؟ نجحت انها تسكت الاساقفه اللي جوه مصر وكمان الاساقفه اللي بره مصر، ما يتكلموش. طب عندك في بنت اتخرجت في كليه الاثار في المنيا بامتياز وطالعه الاولى على الدفعه كليه الاثار، رفضوا ان يعينوها معيدة في القسم، معيدة في الجامعة عشان مسيحية. كان الوحيد اللي كتب مقال بهذا الخصوص دكتور خالد منتصر، كتب مقال بخصوص البنت ليه ما تتعينش. طب ما شفتش انا اسقف اتكلم في الموضوع ده؟ شفتش انا اسقف ولا غير اسقف اتكلم في الموضوع ده؟ اتكلم ان في بنت
طالعة الأولى وما تعينتش في وظيفتها؟ شفت شان أسقف اتكلم في صفر البناية مريم طالبة الثانوية العامة، وأكتر من صفر بعد كده أخدوه وأثبتوا إن ورقهم اتاخد بعد كده، ولا كاهن ولا أسقف اتكلم. قد كده الخوف، قد كده الخوف، قد كده الخنوع. وبعد كده يطلع لي ناس من تحت الأرض يقول لك ما تتكلمش، إذا كنت هتتكلم أنت حر. يعني أنت حر؟ يعني شوف اللي هيحصل لك. يعني في ناس كمان تتكلم تقول لك إيه؟ شوف اللي هيحصل لك، يعني شوف ربنا هيعمل فيك إيه لما تنتقدهم. هيعمل فيه إيه ربنا؟ ده ربنا محب، ربنا عادل. أنتوا كده معناها إنكم أنتوا ما بتحبوش ربنا، أنتوا بتخافوا من ربنا، أنتوا بتخافوا منه. في فرق بيني ما بينكم، أنا قصدي اللي بيقولوا لي كده، أنتوا بتخافوا من ربنا وعلاقتكم مع ربنا مبنية على الخوف منه ومن عقابه. أنا علاقتي مع ربنا مبنية على الحب، أنا بحبه، أنا بحبه واثق من محبته، واثق إن أنا مخطئ، واثق إن هو هيسامحني. أنا مش بار قدام نفسي خالص، بس إيه؟ عشمان في رحمته وعشمان في محبته ومؤمن بمحبته. لكن أنت لما تقول لي أنت حر يعني بتخوفني. زي واحد صاحبي النهارده كان كاتب برضه بينتقد على موضوع الحمام، فعربيته اتخبطت النهارده، فهو كتب يعني إيه بضحك كده ستيتس بيقول يكونش العربية اتخبطت عشان أنا اتكلمت على موضوع الحمام. هما ربونا على ده من احنا وصغيرين، الجلابيه السوداء ما تتكلمش فيها، اوعى العمه السوداء، اوعى البلطو الاسود، الافلام الهابطه دي. لكن ربنا فحص القلوب والكلى، ربنا مش هياخد بكلام حد تاني، لان ربنا هو شايفك وشايف غيرك وفحص قلبك وفحص قلب غيرك. ولا يمكن ربنا لو انت على حق يضرك. فانا ليه بقول الكلام اللي انا بقوله ده؟ انا مش بار في نظر نفسي خالص، انا بقول انا مخطئ وانا خاطئ وبطلب التوبه دايما. لكن انا بقول في النقطه دي انا عندي حق، لان ربنا ما يرضاش على اللي بيحصل ده، ربنا ما يرضاش على المهازل اللي بتحصل في بيته، ربنا ما يرضاش على الاهمال في احترام بيت الله، ربنا ما يرضاش بده، ربنا ما يرضاش ان الراعي يسيب رعيته، ربنا ما يرضاش ان الراعي يشوف رعيته بتتظلم وبتتنهب قدامه والراعي ما بيتكلمش. ده ما يرضيش ربنا، ده ما يرضيش ربنا اطلاقا. فاحنا بننتقد اوضاع موجوده، وبنضرب لكم مثل، مفيش اهو عندكم ماري نيقوديموس في دوله داعشيه، الراجل بيدافع عن اولاده، ما بتدافعوش انتوا عن اولادكم ليه؟ ما بتدافعوش انتوا عن بناتكم اللي بتتخطف ليه؟ ما بتدافعوش انتوا عن قدرتكم اللي بتتنهب ليه؟ ما بتدافعوش انتوا عن رهبانكم اللي بيتقتلوا ليه؟ اللي هو كمان بيلبسوا القضايا رهبان تانية. ما بتدافعوش ليه عن جنودكم الاقباط اللي بيقتلوهم في الكتائب في الجيش ليه؟ ليه؟ في الاخر تطلع لي انت وهي وهي قديس ومش قديس، وابعد وابعد، ابعد انتوا، ابعد انتوا، فكروا فكروا، عيدوا تفكيركم وعيدوا حساباتكم، عيدوا حساباتكم. واللي ما بيعرفش يقرا ويتعلم ويشوف الانجيل قال ايه، للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد، انتم صنعتم لكم الهه، الهه صنعتم لكم الهه ارضيين، وتركتم الله الحي، تركتم يسوع المسيح ومحبته، تركتم عبادة المسيح الخالق. الموضوع الثاني اللي أنا يهمني جدا أتكلم فيه موضوع أجساد القديسين، أجساد القديسين. الحقيقة أنا كنت ناوي أصور لكم مجموعة من الصور وأعرضها عليكم، لكن بعد ما فكرت قلت لا، ما تصورش الصور دي، لأني غلط إن أصور صور زي كده بشعة وحطها. أجساد قديسين، القديسين لهم كل احترام
ومفروض احترامهم يبقى في تابوتهم في قبرهم. لكن حكاية اني اطلع اجساد القديسين والبسها واغيرها والف بيها، دي خطية كبيرة قوي، ونوع من انواع العبادات الشعوذية اللي الانجيل نفسه رفضها، التلاعب باجساد الموتى حتى لو كانوا قديسين. الاجساد تعمل لها حنوط، يتصلى عليها وهي في مكانها، لكن اجساد تطلع واجساد تتعرض. واحد يعني في كاهن، في صورة عندي لواحد كاهن، انا ممكن اعرضها لكم على الفيس لكن مش هحطها في فيديو. واحد كاهن حاطط جسد واقف لأحد القديسين اللي ماتوا زمان، أو أحد الأساقفة اللي ماتوا، وبشعرها بدقنها، بس الشكل بشع، يعني الصورة دي لو شافها طفل يتخض. طب أنت لما تعرضها دي وشوفوها أطفال، أنت بتخوفهم الإيمان، بتخوفهم من الجسد، بتخوفهم القديسين. هتقول لي الجسد قاعد ازاي؟ يقول لك الجسد قاعد زي ما هو قاعد ازاي؟ لما هو جلد على العظم، جلد على العظم. يعني اقول لكم ايه بس؟ طب يعني هضرب لكم مثال من حوالي 10 سنين. يعني انا نقلت جثه لخالي الله يرحمه من جبانه لجبانه، من مكان لمكان يعني. خالي الله يرحمه توفى سنه 73، واتدفن لمدة يعني 30 سنة، أكتر من 30 سنة مدفون. أنا نقلناه من مكان لمكان. لما نقلت جثة خالي لقيت الجثة زي ما هي، متكاملة، راس بكتاف برجلين، كاملة. ونقلته من مكان لمكان مع إنه مدفون من أكتر من 30 سنة، من 73. طيب هو راجل كان كويس، راجل يعني الله يرحمه كان راجل، بس هل معنى كده بقى اقول لهم طب تعالوا والله انا اهو كامل وتعالوا صلوا؟ ما ينفعش غير كده. مش بس عند المسيحيه، بس يعني عند البوذيين في اجساد بتقعد. عند البوذيين، بعض رهبان البوذيين وكلام من، مش معنى كده انا بقول ان رهبان البوذيين وحشين او كويسين، لكن العمليه بتعتمد على حاجات تانية خالص. جسد عبد الحليم حافظ، يقال انه فتحوا القبر بتاعه لقوا جسده سليم. العمليه بتعتمد على نظام الاكل بتاع الشخص. يعني لو شخص فيجيتيريان بياكل نباتات، ما بيحصلش تحليل للجسد بتاعه زي الشخص اللي بياكل لحوم. الشخص اللي بياكل لحوم بعد ما بيتوفى الجسد بسرعه بيتحلل. فالاجساد اللي هي بتبقى ما بتاكلش اللحوم او فيجيتيريان بتبقى الى حين طبعا. لكن في قديسين، وانا شفت قديسين تبع الكاثوليك، في قديسين الشكل قاعد زي ما هو، كانك لو عملت له كده هيتكلم، ومن 30 و40 سنه متوفيين. دي نقدر نقول عليها تعظيم سلام، شكل زي ما هو، لا جف الشعر ولا جف الجلد، كانه نايم. شفتها، في فرق. كمان المكان اللي بيدفن فيه الشخص، في ارض نسبه الملوحه عاليه وفي ارض نسبه الملوحه قليله. نسبه الملوحه العاليه الى حد ما بتعمل نوع من التعقيم للجسم كانه متحنط، فهي مش قاعده. طيب في مكان معين في شهداء نزلوا يشوفوا اجسادهم لقاهم مفيش شويه عظم، هل معناها دول مش قديسين؟ لا، ما ينفعش كده. ما ينفعش نحسب الحسبه كده ان اللي قاعد جسده يبقى قديس. طب ما في بوذيين وفي كمان ناس من المجاهدين بتوع القاعده اللي ما كانوش بياكلوا قعدت جثتهم زي ما هي، هل نقول عليهم دول كمان قديسين؟ مش شرط. لكن في اجساد بتبان بعلامات نورانيه معينه، هو ربنا اراد ان الجسد يبقى زي ما هو كامله، كانه نايم. عشان بس ما اطولش معاكم في الكلام، حكايه ان الاجساد دي يتلف بيها او يطوفوا بيها او يطلعوا بيها دوره، او في ناس بتسفر. يعني سمعت في دير الانبا مكارس بيقول لك بعتوا جثه مش عارف لفين تتشاف وتزور. ايه ده؟
طبعا هو مقصود انها تزور وعشان تلم بركه وتلم فلوس. طب ايه ده معناه؟ ده كده تجاره بالاجساد، دي بقت عباده. طب ده يرضي ربنا؟ ده يرضي ربنا؟ هل يرضي ربنا ان احنا بس نبقى الهم الاول والاخير من خلال عباداتنا هو لم الفلوس؟ هو ده الهدف الاساسي؟ هل هو هدف؟ ولا الهدف زرع الايمان؟ طب زرع الايمان يبقى ازاي؟ زرع الايمان ان انا اشوف صوره المسيح في رجل الدين، اشوف صوره المسيح في الشماس، اشوف صوره المسيح في الاسقف، اشوف صوره المسيح في البابا. المسيح اللي قال لماذا تلطمني، المسيح اللي قال للملك يهوذا قولوا لهذا الثعلب، قولوا لهذا الثعلب ما خافش من الملك. المسيح اللي كان بيقول يصنع خيرا لا يسمع أحد صوته في الطرقات، قصبة مردودة لا يقصف وفتيل مشعل لا يطفئ، مش أبواق ونيافتي وحمام وعلى الكتاف وعربيات وصولجنات ومرسيدس. ايه ده؟ ده ربنا هيقول ابعدوا عني، انتم شعب كان يعبدني بشفتيه بشفتيه، انا لا اعرفكم. يروح مين بقى؟ ربنا لاخوه الرب الغلابه، لاخوه الرب الغلابه اللي بيدعوه من قلبهم اللي بيحبوه الطيبين الغلابه، هم دول اللي هيدور عليهم ربنا. بقينا وصلنا مرحلة ان احنا اي حاجة تخيل علينا، اي حاجة تخيل علينا. في يوم من الايام كنت موجود في بلد، انا اشتغلت في اماكن كتيرة عشان الحكومة كانت بتحبني قوي، فاشتغلت في اماكن كتيرة خالص يعني، اخدتها من وجه بحري لغاية وجه ابلي لغاية اسوان كله اشتغلت فيه. ما اشتغلتش في بلدي غير في اخر 10 سنين يعني، لكن لفيت كتير. ففي بلد من البلاد فتحت فيها عيادة، كنت فاتح فيها عيادة، والبلد دي جاي فيها راهب، وحصل حاجة غريبة جدا 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 بسبب إشاعة. هذا الراهب طلعوا عليه إنه قديس، طلعوا عليه إنه قديس، وإشاعة بسيطة يعني طلعها واحد كده إيه عشان يسترزق من ورا الراهب ده. الراجل قال ايه بقى؟ الراجل جاي من وجه بحري ومعاه مراته، والراجل ده اشتغل سكرتير الاسقف، راجل طويل كده وكان ايه بقى شغال السكرتير، لان هو كان شغال في محافظه قبل كده، فابتدى ايه يشتغل سكرتير الاسقف، يعمله زي التشريفه، يفتح الطريق قدام الاسقف لما يكون الاسقف رايح مكان، يقدم له الاوراق، يعمل له برستيج كانه كده يعني شمشرجي للاسقف. الحقيقة لما شفت الراجل ده، أنا من أول مرة شفت فيها قلت الراجل ده نصاب، اللي هو السكرتير ده اللي هو كان سكرتير في محافظة وبعدين بقى سكرتير تبع الأسقف. أول ما شفته كده من أول مرة كده شيء غريب جوايا، حتى قلت لواحد قريبي قلت له الراجل ده نصاب. الراجل ده عمل إيه بقى؟ الراجل ده متجوز ما عندوش أولاد، طلع إشاعة إن مراته حملت وخلفت، والسبب أبونا فلان، سين من الرهبان، سين من الرهبة، أبونا فلان هو سبب خلفته، وقال الكلمة دي. ابتدى الكلام زي الرماد في الهشيم، انتشر وسط الناس، درجة في يوم من الأيام رحت الدير لقيت مفيش مكان لقدم، لقيت مفيش مكان لقدم، الناس كلها بالألفات جاية تقابل الراهب ده. بس في ناس طلعت بقى بتشتكي، ايه؟ واحدة تقول له أنا عايز أخلف، يقول لها طب هات الحلق، هات الحلق من ودانك، ياخده. طب هات الغويش. بس الناس بتدي، عايزه، اللي عايزه تخلف واللي عايزه يتفك عودتها واللي عايزه واللي عايزه واللي عايزه. في واحده من الوحدات ستات عندها ضغط، رايحه له بتقول له عندي الضغط، قال لها وريني العلاج اللي معاك، اديت له الكيس، قال لها العلاج ده وراح رماه، ما تاخدوش تاني، انت خفيتي ما عندكيش ضغط. الست اسبوع اسبوعين راحت نزفت من مناخيرها وراحوا جابوها لي العيادة، اكشف عليها لقيت الضغط عالي جدا جدا،
على بال ما وقفت النزيف بتاع مناخيرها بقول لها انت مش موصوف لك علاج للضغط بتاخديه؟ قالت لي اه. قلت لها واخداه يعني؟ قالت لي لا انا بطلته لي اسبوعين. قلت لها بطلتيه ليه؟ قالت لي ابونا فلان قال لي كذا 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 كذا، واخد الدواء ورماه. ابونا فلان ده نفسه عنده حاجه معينه. شفته انا، قال لي يا ريت لو اديتني علاج خفيت هصلي لك على طول. هو راجل طيب وغلبان، بس الناس ضحكت عليه والناس خدته في الدوامه، هو عجبته الدوامه ومش فيه. قال لي لو عالجتني من المرض ده انا هصلي لك على طول. فانا طبعا لما لقيت الست ضغطها عالي جدا رجعت على العلاج واديتها حقنه سريعه وكلام من دوت، وكتبت لي علاج تمشي عليه للضغط. بعدين رحت قابلت الاسقف، الاسقف كان صديقي وما زال صديقي لغايه النهارده. قلت له ابونا فلان بيعمل كذا 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 كذا، حصل كذا 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 يا سيدنا، ايه رايك؟ فراح له قال له بص، انت العيان اللي بياخد علاجه خليه ياخد علاجه زي ما هو، وصلي له قول له هصلي لك، بس كمل امشي على العلاج وما تمنعش حد من العلاج بتاعه. لما الدنيا اتقلبت بقى واختلفوا مع السكرتير اللي طلعت اشاعه مراته انها خلفت وقريبتها خلفت على يد الكاهن ده، لما طلعت الدنيا واختلفوا مع بعض وقعد الكاهن ده بيتكلم اللي هو قديس والناس بتجيله من ده، قلت له انت هتنسى نفسك، انا اللي عملتك، انا له الاشاعه اللي طلعتها ما كانش حد جه ولا شافك. يبقى عندنا قديسين حقيقيين وعندنا قديسين احنا عملناهم، وعندنا ناس طيبة. يعني هذا الراهب طيب غلبان، طيب وغلبان، لكن الناس عملت منه ده، وفي ناس متكسبة من الموضوع قالت له خليك ماشي زي ما انت، خليك ماشي زي ما انت. وفي يوم من الأيام أنا يعني زي ما بقول لكم كده ليا ناس من قرايبي كتير رهبان وكلام من هذا القبيل يعني، فكنت قاعد مع رهبان يعني من يوم فبيتكلموا بيضحكوا، قلت لهم انتوا دايما كسبانين. قالوا لي ازاي؟ قلت لهم اي كلمه تقولوها انتوا كسبانين، مش خسرانين حاجه. يعني انت لو جت لك واحده وما بتخلفش ولا واحد ما بيخلفش قلت له هتخلف، ما هو 50% هيخلف، 50% مش هيخلف، فوالله خلف من 50% اللي خلفه خلاص انت بقيت قديس. من 50% اللي ما خلفوش هيقولوا عليك هو قال كده عشان يبعد القداسة عن نفسه، فانت كده كده كسبان، فانت كده كده كسبان. زي هي معادلة، هي معادلة. انت لو قلت لواحد هتجيب عيل ولا هتجيب ولد ولا هتجيب بنت، واحد هتجيب ولد، هتخلف وتجيب ولد، جاب ولد والله انت تمام، جاب بنت اهي يعني عدت مش مشكلة، جاب كله رزق. لكن في الحالة كل الحالات انت الكسبان. فعايز اقول ايه عشان بس ما انتهش من بعض، اختبروا الأرواح، اختبروا الأرواح، وافرزوا الأرواح، وافرزوا التصرفات. عندنا قديسين حقيقيين، ما تضيعهمش وسط المظاهر الهابطة. عندنا تاريخ إيماني قوي، ما تهدموهوش بالمسخ اللي بنشوفه. عندنا كنيسة ليها كيان قوي وليها دعائم قوية، عايزين نحافظ عليها، وعايزين ننتقد أي مظهر يسيء ليها، وعايزين ننبه كل مخطئ لخطأه ونقول له ده خطأ. ممكن يكون ربنا بعت الكلام ده على لساننا، ممكن، ممكن يكون ربنا عايز يستخدمنا للنقطة دي، ممكن. احنا او انا مش تابع لجهة، لا اتبع لكاهن ولا اتبع اسقف ولا اتبع سياسي ولا اتبع اي حد، بتبع ضميري وبتبع محبة الله، وبحاول اتبصر واشوف ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضيش ربنا، وايه اللي اقوله هيرضي ربنا وايه اللي ممكن اقوله يغضب ربنا، وبتحاشى غضب ربنا. بس في كلمة الحق بقولها، على رئيس دولة بقولها، على وزير بقولها، على أسقف بقولها، على كاهن بقولها، على نفسي بقولها، على نفسي بقولها. ربنا يقدرنا ان احنا نقدر نقول كلمة الحق،
وربنا يقدرنا ان نقدر نواصل عشان نقول كلمة الحق، وربنا يقدرنا ان احنا ننور العقول. معلش هو الخط قطع من الفيسبوك، فانا دخلت لكم تاني عشان اكمل. ربنا يقدرنا ننور العقول، ربنا يقدرنا نرضي الناس بالحق، ربنا يقدرنا ان احنا نقول كلمة حق. طبعا انا تاهت مني الورقة الاولى اللي فيها اسئلتكم، لكن هرجع لها تاني علشان اجاوب على الاسئلة. اتمنى الورقة ما تكونش راحت. عموما الفيديو كله هينزل على اليوتيوب كامل مضموم على بعضه، حتى لو في حاجة راحت ان شاء الله هلاقيها. هشوف الاسئلة بتاعتكم وارد عليها، وربنا يقدرني يا رب ان انا ارد عليها. الأستاذة ألفت فوزي بتقولي حلقة جيدة، شكرا وربنا يعوضك. الله يبارك فيك يا أستاذة ألفت، ربنا يخليكي، ميرسي جدا لحضرتك. الأستاذة إريس نبيل بطرس، ربي يبارك لك يا دكتور وجيه. الله يبارك فيك يا أستاذة إريس، وأنا آسف جدا أني خلال المواضيع اللي حصلت دي برضو في ناس دخلت وشتمت وبهدلت الدنيا، وكان ليكي دور كبير قوي في التوضيح للناس. اهلا بيك يا استاذ عريس. الاستاذ نادر متى بيقول لي يحاربونك ولا يقدرون عليك، لاني انا معك دكتور وجيه حافظك، هو حافظ اسرائيل. اشكرك يا استاذ نادر، ربنا يخليك ويحفظك. الاستاذ بن اموسي بشاره حاطط مقال ان الازهر اقوى من الدوله، يعني هو محطوط هنا تعليقات كتير، بس ليه التعليقات مش ظاهره؟ انا مش فاهم. والله يعني هو بيقول لي 53 تعليق، طب يا عم فين ال 53 تعليق عشان انا ارد عليهم؟ مفيش صوت. طب انا هفصل وارجع لكم تاني، لو كان مفيش صوت هفصل وارجع لكم مره تانيه. كده الصوت رجع، اعتقد ان كده الصوت رجع. يعني لو في اسئله حضراتكم عايزين يعني اكتبوها لي وانا هرد عليها. هو طبعا الفيس مخبي عني الاسئله، يعني انا في 54 كومنت. طيب معلش الفيس بيهزر، انا اسف جدا. الاسئله اختفت من على الفيس، 54 سؤال كان نفسي اجاوبكم عليها، لكن الجايات اكثر من رايحات، وهنكون مع بعض دايما ان شاء الله. شكرا لكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، مع محبتي من قناه الصوت الصارخ على الفيسبوك واليوتيوب والميديا الاعلاميه. لكم محبتي، والى اللقاء. دكتور وجيه رؤوف، مع السلامه.